معكم شايفين الفرق هذا. أنا عملت مع روتا سيتي الصورة اللي على اليسار، بينما يعني الشركة مسؤولة عنهم المفروض تعمل هي الموديلينج الأساسي للمدينة، ليك شلون عملته على اليمين؟ يعني يعطي العافية، الله يعطي العافية للاثنين يعني مين ما كان يكون، ولكن يعني شو هالاستهتار هذا؟ طيب ليش ما بنعتني، ليش ما بنجيب أشخاص عن حاب تعرف تشتغل؟ فما بعرف يعني شو الفكرة، هيك مشروع كبير قلتي بيستاهل شوية اهتمام إلى آخره. أشوف الفرق كيف مع دمشق، موقع للمدينة أو للمشروع موقعه هون مثلا هون، كيف الفرق بين هون وبين هون؟ يعني الوضع فرق جدا واضح بهذا المجال مثل ما كنت شايفين. هون مشهد لماروتا سيتي توضعه على مدينة دمشق، شوفوا الضخامة قديش، شوفوا نسبة الأخضر اللي عم يحكوا عليها كانوا، يعني كل هاد بيعطينا تفاصيل و شغلات حتى نشوفها أكثر، نشوف دمشق بكرة شو حتصير بالمستقبل. بجوز أنتوا عم تشوفوا هالفيديو مدينة تعمرت، فيكم تشوفوا الفرق بقى قبل وبعد، يعني نوعا ما. ليش عم بقول الموقع العام أو الشغل على المحيط جدا مهم. مثل ما كنتم شايفين اللقطات هون تعطينا جدا فرق بين الشيء اللي اشتغلوه هن بهاد مثلا اللي الصورة اللي هون اللي هاد على اليمين، وبين اللي اشتغلونا اللي اشتغلناه نحن هون. شايفين الفرق؟ فرق جدا شاسع، يعني شيء تاني، مشروع تاني.